مرحبا، اليوم حبيت أعمل تحضيرات لعيد الميلاد. يلا مع بعض شوفوا شو هي التحضيرات اللي أنا عملتها بعيد الميلاد. وأول تحضير حبيت أعمله بسفرتنا بعيد الميلاد البيتزا. طبعا أنا هون عجنتها بطريقة سهلة وسريعة وما أخذت معي وقت كبير، والعجينة طرية وهشة ولذيذة. قطعت على شكل كور صغيرة متساوية. طبعا يفضل تقديمها بعيد الميلاد تكون على شكل قطع، أفضل بتطلع بشكل منظم ومرتب. حطيت عليها الصوص اللي أنا بعمله بطريقتي، صوص لذيذ على البيتزا المعروف. طبعاً هلأ أنا حطيت هاي الكمية وصرت أدهن بهذا الشكل، وهلأ أنا بحط المكون الثاني الجبنة. طبعاً فيك تحطي بديكية للبيتزا بطريقتك اللي أنت بتحبيها، وحطيت عليها اللي هو الزيتون. وهلأ راح أحطها بالفرن حتى تستوي البيتزا. هيك صارت معي البيتزا جاهزة، وهلا يلا مع بعض نشوف التحضير الثاني. والتحضير الثاني اللي أنا عملته الشنيتسل. طبعا أنا هذا الشنيتسل عملته قبل بليلة، جهزته غلفته بالقسماط وبدون استخدام البيض. الطريقة موجودة بقناتي، أنا عملتها قبل هيك، رح أترك اللينك في خانة الوصف فشاهدوها إذا حابين تشوفوا الطريقة. هلأ أنا بدي أقليه، فحطيت في المقلاة كمية معقولة من الزيت النباتي وخليته يحمى على نار عالية، وضفت شنيتسل عليه فوطيت النار عليه حتى يقلى براحته ويستوي براحته. وهلأ بصير أقلبه وأعلي النار شوي حتى يعطيني اللون الذهبي الحلو. بعد ما قليته وخلصته، هلأ أنا بدي أعمل سندوتشات. فأنا هون حضرت خبز فينو بحجم صغير بنحضره بعيد الميلاد. حطيت طبعا هون ورقة خس، وراح أضيف عليه قطعة الشنيتسل تكون مناسبة بحجم الساندويش. إذا كان قطعة الشنيتسل أكبر من حجم الساندويش بنقطعه بشكل يناسب حجم الساندويش. وضفت هون صوص الكاتشب وحطيت صوص التومية. صوص التومية أنا عملته قبل هيك بقناتي، رح أترك لكم لينك الوصفة في خانة الوصف إن شاء الله. بعد ما أنا حضرت السندويتشات حبيت أزينه على طريقتي، فحضرت هون عود النقش، حطيت على كل سندويش عود نقش في النص، وراح أحط عليهم المخلل الخيار أنا قطعته بهذا الشكل وبحطه بزينه زي ما انتو شايفين، منظر كتير حلو. الصنف الثالث اللي أنا حبيت أحضره وحطه بعيد الميلاد البيتي فور بأشكاله المختلفة. عنا هون في محشو بالمربى، في عنا مغطى بالشوكولاتة، في كمان معمول بالكاكاو.
البيتفور كتير طيب ونوع من الحلويات اللذيذة. وكمان النوع الثاني من الحلو اللي حبيت أحطه الغريبة. الغريبة أنا بحبها، وهذا نوع من الحلو كتير رائع. ومن التحضيرات اللي حبيت أعملها بعيد الميلاد البشار. البشار من المسليات اللي بحبوها الصغار والكبار، وحبيت أقدمها بعيد الميلاد. وهلأ أنا برتب السفرة، بحط أنواع من المشروبات الغازية وبرتبها بهذا الشكل. وعملت كمان محشي ورق عنب، طريقته موجودة في قناتي، ورح أترك لينك الوصفة في خانة الوصف إن شاء الله. وعملت كمان تبولة، التبولة كتير لذيذة وإن شاء الله رح أعملها لقدام، ما عملتها بقناتي لسه. وهلأ بحضر سفرة عيد الميلاد وإن شاء الله تنال إعجابكم. آخر تحضير حطيته في سفرة عيد الميلاد، وهي تعتبر هي الأساس لعيد الميلاد، الكيكة بالفواكه والشوكولاتة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو ونال إعجابكم، وما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم. وهلأ أنا بستودعكم بفيديو جديد، فانتظروني ومع السلامة.